لمزيد من التحليل والاستقراب ينضم إلينا من بيروت مروان عبود، محافظ مدينة بيروت. سيد مروان، أرحب بك عبر منتصف النهار، وأبدأ معك، كيف استقبل اللبنانيون وقف إطلاق النار؟ يعني أهلا وسهلا بك وبجميع أهلا بك المشاهدين. سيد مروان. يعني الحقيقة مرت بيروت بأيام عصيبة لم تشهد مثيلا لها في تاريخها، إذ أن الفترة السابقة ولمدة شهرين متتاليين تعرضت ضاحية بيروت الجنوبية وبيروت بعض أحياء بيروت للعدوان الإسرائيلي، حيث تم تدمير مباني وقتل السكان وتهجير القسم الآخر، حيث استقبلت بيروت خلال هذه الفترة مئات الآلاف من النازحين من المناطق البقاعية والجنوبية ومن سكان الضاحية الجنوبية، مما شكل عبئا كبيرا على البنية التحتية وعلى المدينة ككل. وكانت هنالك صعوبات لوجستية في تأمين المأوى والمأكل لهؤلاء السكان، وكذلك الأمر كانت بيروت تتعرض خصوصا في الفترة الأخيرة، قلب بيروت تعرض لغارات إسرائيلية وسقط شهداء. وكنا في هذه الفترة يعني نمر بأيام عصيبة جدا كما سبق وقلت، أما الآن وقد أعلن وقف إطلاق النار فتنفس الناس السعداء وعاد قسم كبير